عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عقد لقاء مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الزجاج ومواد البناء المستدامة. تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حاليا في توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية. هذا وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة استثماراتها في مصر بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.